كونك رجل حضرتك شايف اهميه وفائده ورشه العمل ديت بالنسبه للنساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بشكركم على اتاحه الفرصه الاول اللقاء ده. انا شايف ان هي مهمه جدا النهارده، ورشه العمل المجلس القومي للمرأة اللي بتتنفذ النهارده، لانه حضرتك احنا في الاعداد انتخابات المحليات، مهم جدا مقدمة برنامج الانتخابات ديت للسيدات، خاصة لأن السيدات في المرحلتين اللي فاتوا من انتخابات الرئاسة ومن الاستفتاء على الدستور كان هم التمثيل الأعلى على مستوى جمهورية مصر العربية. أعتقد أنه مهم، لأن السيدة بطبعها أو المرأة بطبعها هي دؤوبة على المشاركة في الحياة السياسية بمختلف أنواعها. الحقيقة أن احنا النهاردة في المجلس القومي للمرأة في البرنامج اللي بتنفذ النهاردة في استجابة كبيرة جدا من المقررات الفروع ومن المقررات المناوبين الموجودين، واخدين الموضوع باهتمام، لأن الموضوع ده خاص جدا في المرحلة اللي جاية هنقدر من خلاله أن احنا نوصل الفروع بتاعتنا ايه اللي المفروض يتم قبل عم إجراء انتخابات المجالس المحلية أو أي انتخابات. انتخابات عامة على مستوى جمهورية مصر العربية دلوقتي بقت انتخابات حرة ديمقراطية، انتخابات اللي بيحضر بيحط صوته واللي ما بيحضرش بيحجب صوته. احنا طالما فيه وجود الانتخابات ديمقراطية اذا احنا المسؤولين عن الاختيارات، علشان ما نجيش بعد كده ونقول ليه ده مش كويس او ليه ده ما اداش الدور اللي عليه. فبالتالي احنا علينا دور مهم قوي في المرحله اللي جايه، هي توعيه الشارع، توعيه المراه، توعيه السيده، توعيه ابنائنا وبناتنا ان هم يشاركوا في العمليه الانتخابيه. مهم جدا على مستوى العالم دلوقتي الاجراءات دي بتتم، وانت شايف حضرتك ان دي منظمه عالميه بتنفذ المشروع. كل الناس بتعاني على مستوى العالم من ضعف الإقبال على الانتخابات، مش مصر بس، احنا بدأنا بمرحلة قريبة قوي، بنعد كويس من خلال شغلي السابق كوكيل وزارة للشباب والرياضة، والنهاردة مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية ان احنا في الاول نحسس الناس ايه الحقوق بتاعتهم وايه واجباتهم. عليهم حقوق سياسية وعليهم واجبات سياسية، المفروض ان من خلال الواجبات السياسية يقدروا يطالبوا بالحقوق بتاعتهم. اهم شيء في الـ في الـ في الـ في الواجبات انه اكون عندي بطاقه اقتراع، وده طبيعي بيتم دلوقتي عكس السابق. في السابق كان السيده عشان تخش الانتخابات او تدلي بصوتها في الانتخابات او يبقى لها بطاقه عضويه في الانتخابات في اتنين بيمضوا لها ويوافقوا لها على ان هي تبقى تمثل في الانتخابات. دلوقتي خلاص اوتوماتيك اي حد بسنه بيبقى 18 سنه، بعد 18 سنة مباشرة بسنة بيبقى ليه دور في الانتخابات واسمه بينضاف بالفعل في كشوف الانتخابات. أنا ملاحظة أن حضرتك المقرر الوحيد ضمن كل هؤلاء المقررات، فإيه السبب اللي حضرتك دفعك أن أنت تدخل هذا المجال؟ أنا برضو مش عاوز أقول الاختيار كان في الأولاني اختيار قيادات سياسية، ولكن أنا عاوز أقول أن مطلوب مننا بعد ثورة 25 يناير وبعد ثورة 30/6 اللي أظهروا فيه السيدات نجاح كبير في إتمام هذه الثورتين الاثنين، أعتقد إن إحنا لازم كلنا نعظم ونهتم بدور المرأة ونديها حقها. النقطة الثانية المهمة قوي إن أنا كنت وكيل وزارة الشباب 2016 اللي معالي الرئيس أعلن إن 2016 ده عام شباب. أعتقد أن 2017 لما معالي الرئيس أعلن أنه عام السيدات لازم كلنا ندفع في هذا الاتجاه، لازم كلنا نقف ونقول دستور كفى الحقوق. الرئيس أعطى فرصة للسيدات أن هم يتبوأوا أماكن متميزة، إحنا علينا نساعد القرارات ديت على أنها تبقى على قدم مساواة ما بينها وما بين الرجل في كل شيء إن شاء الله. وبالنسبه للمبادره بتاعت فرع المجلس القومي للمرأة بالمنوفيه، والله احنا عندنا في المنوفيه مبادره متميزه جدا. في الحقيقه احنا خدنا برنامج معين هيتم تنفيذه وهندشنه ان شاء الله يوم 12/7، وهو تدوير الزيوت.
تدوير الزيوت ده هنستفيد من مخلفات الزيوت اللي ان شاء الله هيتم الاستغناء عنها عن المنازل بمقابل مادي، وتوجه لمصانع علشان تبدأ تحولها الى منتج يقدر يستفيد منه. اعتقد ان ده فكرة مميزة ان شاء الله هننفذها في محافظة المنوفية. اساسها ان احنا الحفاظ على البيئة من الزيوت اللي بتأثر تأثير كبير جدا في المجاري وفي الحاجات دي. النقطة التانية ان احنا ست البيت او ربة البيت هتشتري الزيت مثلا ب 12 او 13 جنيه، بعد ما تستعمله هتبيعه ب 7 جنيه. اعتقد ان هي ممكن كده تكون اشترت ازازة الزيت او كيلو الزيت ب 4 جنيه او ب 5 جنيه. فده نوع من انواع اللي احنا ان شاء الله هنبدأ ننفذها، وهناخد جزء معين هننفذ فيه بعد موافقة الدكتور عبد هشام عباس محافظ المنوفية على ان احنا نعمل جزء معين في المحافظة، وبعد ما ننتهي من الجزء وتنجح التجربة في الجزء هنعمم على مستوى المحافظة ان شاء الله. وده مشروع ادعوكم ان شاء الله انكم تنزلوا محافظة المنوفية يوم 12/7 لتدشين المبادرة في حضور مع المحافظ الدكتور هشام عباسط واعضاء المجلس المحلي القومي مجلس المرأة والتنفيذيين كلهم ان شاء الله.